مرحبا بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة غادة العنقاوي، حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل، وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست القيادة. في هذه الحلقة سنكون وإياكم في موعد مميز وفي حلقة مميزة مع طبعا دكتورتنا الدائمة في البرنامج الدكتورة غادة عنقاوي، وهي الدكتورة في مجالي القيادة والتربية والتعليم، وأيضا ضيفة الحلقة وضيفة البرنامج الدكتورة أمل فطاني، وهي أستاذ علم الأدوية والسموم بجامعة الملك سعود، وعضو مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان، وعضو لجنة الأسرة والمرأة والطفل، وعضو مجلس المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، وعضو مجلس هبة، وكذلك المستشارة في المركز النسائي لإجراءات الأعمال وتقنية المعلومات. حياكم الله دكتورة أمل ودكتورة غادة. أهلا وسهلا عبد العزيز. أهلا وسهلا. أهلا بك يا دكتور. كيف حالكم؟ الله يخليك يا رب. كيف حالك يا دكتورة؟ طيبة. أهلا بك. الله يبارك فيك. والله إحنا نعم وخير وبركة. نتشرف بوجودك. نعم. إحنا سعداء جدا بوجودك اليوم دكتورة أمل، طبعا بجانب الدكتورة غادة المتواجدة معنا في كل حلقة. دكتورة غادة، أنا حتركك في بداية البرنامج تتحاورين مع الدكتورة أمل، وبعد كذا سأتداخل معكم. طبعا الهدف الأساسي من وجود الدكتورة أمل وإن شاء الله ضيوفنا المستقبليين إن إحنا نعزز هذه الحلقات بنماذج حية واقعية موجودة بيننا تحكي لنا كيف تكون القيادة في جميع مستوياتها، والدكتورة أمل فطاني من المتميزين في هذا المجال، وإن شاء الله إنها تكون هذه الحلقة مفيدة لكل مستمع ومتعلم في مجال القيادة. دكتورة أمل، دائماً الإنسان يبدأ بسؤال بديهي جداً عندما يرى قائد في مركزك وفي مستواك، يسأل يقول طب كيف وصلت هنا؟ إيش كان الحافز الأساسي في نشأتك وطفولتك وحياتك في بدايتها، في بداية المهنة، وخاصة إن إحنا جزء من حديثنا موجه للشباب وللشابات في هذه المرحلة، وخاصة إنه تعدادنا السكاني بشكل كبير في مراحل حياتهم الأولى، فكيف كانت يعني الحافز اللي وصلك لهذا المكان الآن؟ نرجع للماضي شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم جميعا، وسعيدة بكوني معكم، وأعتقد سؤالك في محله. أنا أعتقد ويمكن يوافقني على هذا كثير من من بلغوا زي ما يقول مبتغاهم، الأساس هي الأسرة. نعم. يعني حقيقة ما وجدته من دعم من والدتي الله يحفظها ويحميها، من والدي الله يرحمه، وكون أسرة والدتي وأسرة والدي من الأسر العريقة في العلم والتعليم وزي ما يقول في هذه النواحي، فكان يعني من بدايتنا الكتاب لا يفارق يدينا. نعم. كان البحث عن زي ما نقول الأحلام المستقبلية شيء نتشجع عليه. يعني أنا كان يطلق علي أعتقد في أيامها النيرد، إنسانة تقضي عطل الأسبوع في مكتبة تقرأ قصص. نعم. فكان هذا من الأشياء اللي صراحة أثرت فيها من وقت مبكر. إضافة إلى ذلك يمكن سبحان الله كتب الله لنا أن أبدأ حياتي في الخارج في أمريكا، يمكن أول تقريبا 10 سنوات من عمري. وهنا كان له تأثير أنه أعطاني من أول يوم تقبل الرأي والرأي الآخر، تقبل جميع الأجناس وجميع طرق التفكير، وفي نفس الوقت الاعتماد المبكر على طرق الدراسة المبنية على الاستنباط. نعم. فأنا لم أعد إلى الرياض إلا في الصف الرابع الابتدائي، وكان هناك يعني التأسيس الأولي كله كان نظام معتمد على الأناليتيكال ثينكينج، فأعتقد هذا كان له دفعة قوية في طريقة تفكيري وإلى يومي هذا. فالشيء الثالث أعتقد اللي أفادنا كثيرا حرص أهلي رغم كوني في أمريكا أول 10 سنوات
أنه لا أنقطع نهائياً عن أول شيء ديني، فكنا يومياً نستمع إلى الأسطوانات القرآن ونرجع نقرأها مرة أخرى، وأيضاً اللغة العربية. فهذه من الأشياء اللي جعلتني رغم كوني زي ما قلت أسست في الخارج أول 10 سنوات، إلا أن لغتي العربية وتمسكي بالقيم والأخلاقيات الإسلامية كانت موجودة من أول يوم. نعم جميل، ونحن فخورين جدا فيك دكتورة أمل. دكتورة أمل، في بداية الحلقة قدمناك وأنت عضوة في عدد كبير جدا من اللجان. إحنا نبغى من خلال تعاملك في جانب القيادة نعرف تعريف القيادة بالنسبة لك، ولو تذكرين لنا أبرز هذه التجارب أيضا اللي خضتيها في مجال القيادة في هذه الجهات المختلفة. أنا أعتقد أهم صفة للقائد أنت لست في المقدمة. نعم. أنت لست في برجك العاجل، أنت لست من تأمر وتنهى وتعتبر أن الأرض الله يحفظ ما عليها، أنت الكل في الكل. القيادة الحقيقية هي القيادة المبنية على التعاون، التكامل، التشجيع، أن يكون القائد في المنتصف إن لم يكن في الخلف، أن يكون القائد أول من تتسخ يداه، أن يكون القائد أول من يعترف بالفشل وأول من يشكر من ينجح. هذه القيادة يمكن من أبرز القضايا أو الأمور التي اهتم أنا فيها في القيادة. نعم. وليس زي ما يقول كلام كتب، اللي هي قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الواحد نظر وقرأ بتمعن فيها يجد فيها كثيرا مما يذكر الآن في كبريات الكتب المسؤولة عن تعليم القيادة، سواء القائد في أسرته، القائد في مجتمعه، القائد لدينه، القائد في الحروب، القائد في تكوين دولة من لا شيء. وأهم من ذلك كله القائد الذي كان يستمع إلى امرأة ويستمع إلى رجل ويؤمن بالعبد ويؤمن بالفقير. نعم. ويجعل من حوله لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. جميل، أنا يعني منبهرة بهذا الكلام لأنه يتوافق بشكل كبير مع تركيز منظوري الشخصي للقيادة. ولذلك يعني خليني أسألك سؤال، إيش أبرز التجارب اللي أثرت في اتجاهك القيادي؟ عدة مواقف في حياتي أثرت في تجاربي كقيادة. يمكن أولها أيام كنت في الجامعة وحضاني الله سبحانه وتعالى في كلية الصيدلة. طبعا كنت أول دفعة ومعظم من درسني كانوا رجال وأجانب، لأنه لم تكن هناك كفاءات كافية بالذات من النساء. نعم. ويمكن أول قائد استنرت به وتعلمت منه كان أحد مدرسين الذي أصبح فيما بعد مشرفي على الماجستير، والذي ساندني يمكن في أول 10 إلى 15 سنة من عمري كمعيدة ثم محاضر ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك، وكان يعطي من كل قلبه ولا ينتظر المقابل، وكان دائما يتكلم العلم كالماء لا بد أن يجري في العروق، وكان دائما يتكلم عن أنه لا بد أن الإنسان ما أخذه يعطيه لغيره، وأنه أي شيء يقف عندك فيعتبر أني أنا لم أقم بدوري. نعم. فهذا كان من المبادئ اللي تشرفتها. شرفينا باسمه يا دكتورة. الدكتور محمد إسماعيل حامد. جميل. زميل يعني ما شاء الله عليه، أعتقد الآن بلغ من العمر شيء ما شاء الله عليه، ولا زال يعمل كمدير جامعة أهلية في جمهورية مصر العربية. يعني الجميل في المثال تأكيد أثر القدوة. صحيح. القدوة وما يسمى المنتور. بالضبط. يعني هذا من كان قدوتي في البحث العلمي والتطور العلمي والحرص على العطاء المستمر بلا حدود وبلا مقابل. ويمكن اللي علمني الإدارة كإدارة وقيادة الدكتور عبد الله العثمان، اللي تشرفت أن أعمل معه أيام كان مدير جامعة الملك سعود. إنسان رأى في القدرة وأنا في وكيلة في كلية الصيدلة، وأعطاني مجالي أني أكون أول عميدة على كل 9 كليات الصحية والعلمية. نعم. وساندني بكل معنى الكلمة أن أكون وأبدع وأفعل في جو لم يكن آنها متعود على وجود النساء في القطاعات الصحية في هذا المستوى. وحقيقة يعني
أنظر إلى هذه الفترة كفترة الانفتاح إلى إمكانات الداخلية والمساندات الخارجية وأسلوب التعاون وأسلوب التكامل وأسلوب عدم زي ما يقول التحديات، قبول التحديات كتحديات بل اعتبارها فرص واكتساب الآخرين. يعني نعتقد من أهم نقاط القيادة السليمة كيف تكسب غيرك، حتى لو كان عدوك، حتى لو لم يكن موافقا مع مبادئك أو مع وجودك، طالما أنك أنت استخدمت مبدأ تعال فلنكمل بعضنا البعض، فلنساعد بعضنا، فلنصل معا وليس أنا أو أنت. أو أنا أو أنت. يعني هذا برضو نموذج آخر قيادة، اللي هو عملية أهمية تمكين القيادات الأخرى. يعني القائد الحقيقي هو اللي يمكن غيره. أنا يمكن أكمل على نفس المبدأ اللي هو لما طلعت وزارة التعليم، الدكتور خالد العنقري يعني كان أيضا إنسان وقف وقفة لا أنساها. كنت أول إمرأة توصل إلى منصب إني أكون أشرف على جميع الأقسام النسائية في الوزارة، ومن ثم على كل الشؤون النسائية للطالبات أو العضوات داخل المملكة وخارجها. فكانت هناك تحديات كبيرة إنه كيفية تقبل هذه الإمرأة، وكان هناك يعني مرة أخرى مساندة حقيقية من الأعلى في القيادة، جعلتني دائما أنظر إلى القيادة هي عبارة عن فتح الأبواب، الوقوف أمام التحديات، الاقتناع بمبادئي والعمل بها والدفع بها ورفع الآخرين معي، والتأكد من أن يكون السياسات العامة تصل إلى الخطوات العملية التي تجعل زي ما يقول ما هو مكتوب على الورق مرئي على أرض الواقع. جميل. والله أنا شخصيا لي مع الدكتور خالد العنقري مواقف، لعلنا نخصص حلقة نستضيفه فيها لأنه رجل قائد بمعنى الكلمة. نعم. 100%. نعم. بكل تأكيد. ويعني الدكتور أمل لما تحدثت أيضا عن جامعة الملك سعود وأيام الدكتور العثمان، أنا يعني ربما في تلك المرحلة كنت طالب وعايشت المرحلة ما قبل الدكتور العثمان وأثناء عندما تولى الدكتور العثمان الجامعة، ففعلا يعني لامسنا تغيرات كبيرة جدا في نحن كطلاب أيامها في الجامعة، وهذا بالتأكيد يأتي انعكاس لهذه القيادة الواعية. ثم بعد ذلك أيضا مع الدكتور العنقري أيام الدراسة في الولايات المتحدة لاحظنا النقلات النوعية اللي كانت تقدم، وأيضا يعكس قيادات كبيرة تقف خلف هذا التقدم. طيب دكتورة، أنا شخصية كمان لي مع الدكتور عبد الله العثمان برضو مواقف، يعني النفس هذه من جد يعني قيادات لا أدري إن كانت ستتكرر أو لا، جميلة جدا. طيب هي مثل الأعلى صراحة، هؤلاء الاثنان سواء الدكتور عبد الله العثمان أو الدكتور خالد العنقري لن أنساهم ولن أنسى ما فعلوه، ليس لأمل فطاني ولكن للوطن. جميل. أنا فقط واحدة من أصل الآلاف والملايين اللي استفادوا، وصراحة بنوا وبنوا بسبب هؤلاء الاثنين. جميل. طيب دكتورة أمل، بالحديث عن الدكتور عبد الله والدكتور خالد كنماذج، خلينا نتحدث بشكل عام عن مقومات القيادة التي يجب أن تتوفر لدى القائد، وذكرتي نموذجين يعني بارزين في هذا المجال. أنا أعتقد أهم شيء في القائد وأنا أقولها بكل ثقة الاستماع. الاستماع زي ما يقول أرى أستمع قبل أن أتكلم، وأنظر وأتواصل وأنزل إلى الميدان. أصعب شيء إنه الإنسان يبقى في مكانه سواء برجه العاجي أو في مكتبه الضخم أو يضع الحجاب أو يكون هناك على حد التعبير عنق زجاجة للوصول إليه. كلما كان القائد على أرض الواقع كلما تلامس القضايا الحقيقية. نجاح القائد هو عبارة عن مخرجات في نهاية الأمر. أنا ممكن أكون قائدة ويحبني الجميع وأعمل وموجودة في كل مكان وفي الإعلام و ولكن في النهاية ما سوف أحاسب عليه أمام ربي وما سوف أحاسب عليه من دولتي ومن مجتمعي، ماذا قدمت؟ ما هو الأثر الذي تركته؟
كم من الأناس استفادوا مما اخترعته. يعني لا يصلح أن يبقى الحال على ما هو عليه، هذا وجدنا عليه آباءنا. علينا في كل مرحلة أن نتطور وأن نتقدم. نحن في دولة فتية، إحنا في دولة كل عقد من الزمان تمثل فيه تغيير شاسع. من ينظر إلى عقبة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، ثم ينظر إلى ما وصلنا إليه بعدها في زمن الملك فيصل، ثم الملك إلى يومنا هذا، نجد المملكة في كل مرحلة خطت خطوات إبداعية واستطاعت أن تحقق ما لم يتوقعه الغير. في كل مرة يقال لم تستطيع ونقول نحن هنا. فهذه القيادة الحقيقية، القيادة المبنية على أحلامي واسعة جدا، طموحي عالي جدا، وأنا سوف أضع الخطوات العملية للوصول إليها بمساعدة الجميع، بمساندة الجميع، وبالعمل كبنيان واحد وكجسد واحد. جميل. طيب دكتورة غادة، خلينا شوي نربط الحلقات السابقة مع حديث الدكتورة أمل. كنت تتحدثين في الحلقات السابقة عن القيادة النيو كاريزمية، خليني أربطها شوي بالدكتورة أمل من خلال حديثها ومن خلال الأمثلة التي ذكرتها. ما الذي يظهر لك في القيادة من جانب الدكتورة أمل وفي الأمثلة التي تفضلت فيها، ولماذا تجد ذلك يعني أمر مهم؟ يعني أبدا، أنا العبارة الأخيرة أو الجملة الأخيرة اللي الدكتورة تحدثت فيها، يعني أنا اقشعر بدني، لأني أنا تعريف القيادة النيو كاريزمية أمامي الآن سلوك قيادي ظاهر للأتباع مندرج تحت مجموعة من الأدوار، ويتبع رؤية مثالية اللي هي لمنطقة الأحلام والطموحات، متميزة وإيثار أخلاقي مرجعي، يعني اللي هي عملية التعاون والتكامل والتأصيل للقيم والأخلاقيات اللي ليست فقط في ديننا فقط، ولكن في جميع الأديان وفي جميع المجتمعات. فهذه القيادة النيو كاريزمية. وإذا تسمحي لي تفضلي تسمحي لي أضيف عليها جملة واحدة، الإيمان القاطع بأن لا يوجد فاشل ولا يوجد من لا يستطيع. يعني نحن دائما نركز على النجوم والقياديين الظاهرين البارزين فوق الرادار، وهؤلاء لن يحتاجوا كثيرا من المساندة أو القيادة، ولكن أنا أعتقد دور القائد هي استشفاف من هم تحت الرادار، استشفاف من هو عنده قدرات ولكن قد تنقصه مهارة التواصل، مهارة الظهور، مهارة الإظهار، مهارات أخرى تكمل وتظهر وتبين مدى حرصه، أو حتى تبني فيه هذه المهارة من الصفر. أنا أعتقد أهم شيء القائد يعترف not أختار فقط من متميز، ولكن أعمل مع الجميع مهما كانت قدراته. نعم. جميل. طيب دكتورة أمل، تحدثت قبل قليل عن نموذجين من نماذج القيادة، ولكن دائما يقال يعني بالمثال يتضح المقال. بودنا لو تحدثينا عن تجربة قيادية صنعت فارقا حقيقيا، سواء على مستوى فريق العمل أو على مستوى الأفراد، ما هو يعني من هو ذلك القائد، وما العمل الذي قام به، وكيف كان أثر ما قام به على الفريق؟ أنا ودي تجربة من قيادتك أنت، من 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 حياتك أنت القيادية. أنا أولاً يعني من الأشياء اللي الحمد لله أفتخر بها، إني الحمد لله في كل مرحلة من مراحل القيادة التي حباني الله بها والثقة التي وضعت فيها، نعم، استطعت أن أخرج منها بمخرجات واضحة، والحمد لله موجودة يمكن إلى يومك هذه. يعني إذا نظرت إلى، يعني سبحان الله، كان لي يمكن نصيب من الله إني أبني دائما من الصفر. فيعني مثلا لما بدأت في وكالة الكلية، هي كلية جديدة للبنات، بدأتها من البداية كطالبة، وحتى أنا كطالبة كنت أقيم الندوات وإحنا طلاب ونقوم بالتقديم ونقوم بالإعداد من الألف للياء، نشاطات من الألف للياء، كنا 8 بنات ما في غيرنا،
وثلاثة مدرسات أول ما بدينا. فيعني كان لزاما أن نبني الكلية من الصفر، يعني ما أقول من الصفر بس نبني الكلية مع الأقسام الأخرى. لما مسكت وكالة الكلية كان منصب جديد أول من مسكه، وحقيقة كان علي أن أبني هذه الكلية كيف تتعاون مع القسم الرجالي، كيف تتكامل معه، كيف تثبت نفسك في جو لم يكن متعود على أن يكون هناك نون نسوة. ويعني الحمد لله، يعني أعتقد أنه لن أتحدث عن نتائج فهي موجودة على الأرض الواقع. يمكن أصعب تجربة قيادية كانت لي، كنت لازلت حديث عهد زي ما أقول بالقيادة، وإن يطلب مني أن أكون عميدة لتسع كليات صحية وعلمية. إحنا نتكلم على الطب، الصيدلة، علوم طبية تطبيقية، كل منهم لديهم عميد، لديه عميد قمة، ويعتقدون وتعفل ذات القطاع الصحي ما شاء الله عليهم. يعني لابد أن من يقف أمامهم يقف أمامهم ليس بالتحديات، ولكن يقف أمامهم بماذا أعطيت لكم، كيف تستطيعين أن تساندينني، ما هو الأثر اللي تتركيه ولتجعلين نفق فيك. والحمد لله يعني إلى الآن أتواصل من بعض العمداء السابقين. نعم. ولكن أصعب مرحلة بكل معنى الكلمة كانت أني أبدأ من الصفر، إدارة متكاملة، ما عندي ولا موظفة، فقط 20 وحدة كان يتبعوا للابتعاث. ثم بعد 4 سنوات أترك الوزارة فيها 340 امرأة يعملون في جميع قطاعات الوزارة، يشرفون على بنات الوطن في الخارج وفي الداخل. أنا أفتخر إنه الوزارة لم يكن يأتي إليها النساء. استطعنا في مدى هذه 4 سنوات أن نقيم 7 إلى 8 ما نسميهم ملتقيات قيادات التعليم، مؤسسات التعليم العالي. يعني بدأت أول ملتقى لم يكن فيه ما يكمل حتى 90 قيادية من أنحاء من الجامعات السعودية، ليكون آخر واحد تقريبا لامست 800 قيادية مرشحين من جامعاتهم، ويتسابق السيدات والجامعات لترشيحهم لحضور هذه الملتقيات في وزارة التعليم العالي. هذه كانت تجربة صراحة جدا ثرية بالنسبة لي. لم يكن عندي كتاب، لم يكن عندي من يشرح لي، لم يكن هناك خارطة طريق. هي كانت عبارة عن أضع أحلامي وأبدأ في تطبيقها، وأصارع من التحديات التي أواجهها، أحاول بقدر الإمكان أتخطى، أجد زي ما يقول لا تستطيعين الوقوف، لا بد أن تجري. يعني الحمد لله دخلنا أياميها روبوتكس، وأحضرنا يعني the latest technologies إلى الوزارة في زمن لم يكن أحد يتكلم عنها، عن الروبوتكس أيامها. وكان معي زميلات من كل أنحاء المملكة. يعني أنا فخورة، أكثر شيء استفدت منه في وجودي في الوزارة كل الصداقات التي عملتها في جميع جامعات المملكة نساء ورجالا، كل الصداقات اللي عملتها في الابتعاث، سواء طلبوا منهم الزميلة العزيزة غادة، سواء من اللي اشتغلوا في الملحقيات. لي كان شرف التعامل مع القمة بكل معنى الكلمة. نعم، جميل. وأنت تتحدثين يعني دكتورة أمل، شعور كبير جدا بالفخر. دكتورة غادة، ودي أسمع يعني تعليق منك ورأيك حول الصورة الجمالية اللي وصفتها الدكتورة أمل. أخرى أنا أيضا يقشعر بدني، يعني والدكتورة دائما تتكلم. أول لقاء لي كان مع الدكتورة في عام 2009 في ليدز، جامعة ليدز في بريطانيا، وكنت عضوة تنظيم في الأندية السعودية وأنا مبتعثة. كنا ننظم مؤتمر الإبداع السنوي، وكانت جامعة الملك سعود هي الجامعة المشرفة على المؤتمر في ذلك في تلك السنة. وكانت الدكتورة أمل من ضمن وفد من القيادات النسائية من الجامعة، ويعني كان لي شرف بخدمتها، وكان لي شرف بتناول طعام الإفطار معها لمدة ساعة، وأعطتني من وقتها، وأنا كنت أبحث في موضوع القيادة الجامعية، فأعطتني من وقتها وأثرت فيها بكلماتها. يمكن أنت ما تتذكري يا دكتورة، بس كل كلمة قلتيها ذاك اليوم ظلت معي إلى يومي هذا.
الكلام كل اللي قلتيه الله يسعدك يا عن طبعا انت يعني تشرفت ايضا بمراجعتك لكتابي ادوار القياده الاخلاقيه في التعليم الصحي وكتبتي لي هذه اتذكرها هذه كانت قبل سنه تقريبا وشيل كل كلمه قلتيها دوبك من 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 الكلمات حول يعني مقومات القياده يعني كيف يلعب القائد دور مهم وأيضا التجارب اللي ذكرتيها والصعوبات يعني أنت بايونير البايونير هو الشخص الذي يكون أول شخص أول من يفعل أول من يقف أول من يؤسس فكونك امرأة بايونير في مجال عمادة كلية الصيدلة والأدوية كونك بايونير في التعليم العالي وكنا يعني إحنا كنا كمبتعثات وأنا بالذات لأنه بحثي في قيادة التعليم العالي كنت يعني أشتاق إلى هذه الصورة القيادية وما حصل لي شرف إني أعمل معاكي انترفيو لأنه كنت بحثي كله مع جامعات بريطانية ولكن كان صدر لي تعيين من الدكتور خالد العنقري تحت قيادتك ولكن حالة بيني وبين المنصب الظروف لأنه كان أولادي كلهم في بعثات سبحان الله حبيت أسيبهم أنا دائما عندي قيمة الأسرة أعلى من قيمة العمل فما أقدر صحيح. أترك المهمة صحيح. اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفني بها لخاطر صحيح. مهنة كنت يعني أتمزق من الداخل لكن ما أراد الله سبحانه وتعالى لكن جمعتنا الأيام في هذا اللقاء الجميل اليوم سبحان الله هذا اللي أحب أضيفه لتعليقاً للكلام اللي قلتيه جميل طيب دكتورة أمل يعني حدثينا قبل قليل عن موقف نجاح وأخذت قسم من عدد ربما لا يتجاوز القائمين فيه أصابع اليد الواحدة وبنهاية إدارتك له ما شاء الله اجتاز يعني وصل الرقم إلى مئات هذه بالتأكيد كانت تجربة ناجحة وتجربة جميلة لكن كما يقال لكل شيء وجهين أو وجهان فهذا مثال للنجاح أحيانا في بعض العثرات تكون ربما أيضا فرصة للتعلم ودنا أيضا تحدثينا عن جانب آخر جانب ربما كان في شيء من التعثر وكيف يعني ما هو ذلك الموقف وماذا تعلمتي منه في الحقيقة يمكن أنا أبني على جزئين لجوابك الجزء الأول حكمل النقطة اللي قالتها الدكتورة غادة أصعب شيء ويمكن أنتوا كرجال ما تحسوا فيه إحنا في كل مراحل قيادتنا هناك الضمير الذي يؤنبنا 24 ساعة ماذا أفعل بأولادي ماذا أفعل ببيتي هل أنا مقصرة أمي وجدتي وخالي وخالتي كانوا متفرغين وأعطوا من كل قلبهم هل ظلمت أهلي هذه كانت أكبر معضلة تعاني منها أي امرأة تعمل ويمكن أنا أذكر فقط حادثة في هذا الموضوع عندما جاءت بنتي وهي في السنة الثانية الابتدائية تقول لي يا ماما أنت أكسل أم عمري شفتها في حياتي فقلت لها يا بنتي ليش قالت يا ماما كل أمهات صحباتي خلصوا مدرسة إلا أنت فأنا كنت أحضر الماجستير وأحضر الدكتوراه ولكن اللي زي ما يقول برد على قلبي الآن أنه أولادي كلهم الأربعة الحمد لله استفادوا من تجربتي أنا ووالدهم أنه كنا جدا حريصين على العلم والعمل وكلهم الحمد لله ناجحين في حياتهم العملية والعلمية والأسرية فيعني هذا ما برد على قلبي الآن أنه لم يكن ما فعلته سدى ولم أظلمهم بل قد أكون أفدتهم بأنهم تعلموا من مبدأ زي ما يقول walk the walk talk the talk لم يسمعوها من الكتب ولكن عاشوها كيف يوزع وقتهم بين العمل وبين البيت كيف يعطوا كل ذي حق حقه هذه أول تجربة داخلية التجربة الثانية يمكن أرد عليك إنه كل مرحلة بناء كنت فيها في الكلية في الوزارة عانيت الأمرين كانت هناك أيام سوداء كانت هناك أيام تحديات كانت هناك أيام فرحة بأنه بالذات بالرغم التحديات أنك استطعت أن تثبت نفسك وأن تقوم بعمل وأن تترك أثر يمكن أصعب تجربة فيهم كلهم اللي هي المرحلة التي تلت الوزارة يعني كونك أنت في الوزارة تقريبا الريبورت لاين حقتك هي الوزير مباشرة الحمد لله زرت دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين و و و و ثم تترك هذا كله وتترك زي ما أقول أعلى منصب نسائي وصلت له امرأة سعودية في ذلك الوقت
لتذهب إلى شركة في القطاع الخاص، شركة زي ما يقول التاتا، شركة تاتا وشركة جنرال إلكتريك وبإشراف شركة أرامكو. ولذلك كان جدا جدا صعب علي إنه مثلا التحول الجذري من إنسان عندها فوق 40 مثلا نفر في الإدارة نفسها إلى والعمل في جو سعودي 100% في زي ما يقول عطاء مباشر لبنات الوطن والعمل معهم، إلى توجه مختلف تماما لا يمت لتخصصي في الصيدلة بصلة، ولكن يعني زي ما يقول يصب في القيادة والإدارة وكل ما في ذلك. فهذه كانت تجربة المركز النسائي لإجراءات الأعمال وتقنية المعلومات. نعم جميل. وأنت تتحدثين دكتورة عن التحديات، يعني استحضرني بيت للشاعر الأمير خالد الفيصل يقول يوم دور الهين ترى الكايد أحلى، فأنت وصلتي لهذه النقاط، يعني نقاط التعلم عن طريق التجربة الصعبة ربما. دكتورة غادة، تحليلك للمشهدين اللي ذكرتهم الدكتورة؟ المشهد الأول أظن إني علقت عليه. أنا ما شاء الله الآن أبنائي كلهم يعني كبار وفي جامعات وفي حياتهم في أعمالهم، الأم في مراحل حياتها الأولى خاصة الأم القائدة تلعب أدوار متوازية، وهذا هو أحد أدوار القيادة، إنك أنت تستطيع أن تقود في كل جانب وفي كل وقت وتوازن بين الجميع. وطبعاً الضمير اللي ذكرته الدكتورة هذا هو الإيثار المرجعي الأخلاقي، إنك أنت دائماً تقدم الآخر على نفسك، فهذه دائماً بتيجي في كل وقت وفي كل لحظة أنت بتاخذ هذا القرار وبتوزن كل حاجة وبتشوف إيش القرار الأفضل للمجموعة الأكبر. وحتى لو كانت القرار هذا على حساب وقت طفل، أحيانا يعني الأم تضيع نومها وتضيع أشياء تانية في حياتها علشان خاطر تعوض هذا الوقت، وأنا متأكدة الدكتورة عاشت هذه اللحظات. فبالنسبة للنقلة الجبارة بين سياق التعليم العالي والسياق المنظمة الحكومية اللي بتخدم هدف واضح وقوي مباشر إلى سياق الأعمال الخاصة اللي هو يعتبر سياق دولي ومالتي كولتشرال، تتنوع في الجنسيات وتتنوع في الأهداف والرؤى، ويمكن يكون سياق ربحي بالتأكيد لأنه هي منظمة ربحية تسعى إلى زيادة دخلها وزيادة انتشارها. فهذا طبعا نقلة تحتاج إلى مراجعة القيم والأخلاقيات الخاصة بالقائد من جديد، يبدأ من الصفر في كل لحظة قرار يتساءل هل أنا يعني بأطبق ما أؤمن به أم لا، هل كيف فين رؤيتي هنا في هذه الحتة، وهل رؤيتي تتماشى مع رؤية التنظيم، وكيف أستطيع أن أعمل articulation نشر لهذه الرؤية ليؤمن بها الجميع. يعني هنا تيجي التحدي القيادي الأكبر، وإحنا يمكن ننظر إلى دور صياغة الرؤية على أنه دور أسهل شيء، لا هو مو أسهل شيء، هو أصعب دور، لأنه صياغة الرؤية المشتركة وارتيكوليتينج نشر هذه الرؤية وتوزيعها ويعني التأكد أنه الجميع يؤمن بها، هذا دور جدا صعب. يعني هو الصراع الداخلي صحيح بين القيم وبين التطبيق. أحييك يا دكتورة على أنا أعتقد نعم الله يسلمك، تفضل. جميل، زاد فضلك دكتورة. في الحقيقة أنا أضيف عليها نعم. كلمة واحدة فضلي، إنه أنا أشجع الناس على ذلك، يعني على قدر ما كانت زي ما أقول نقلة مختلفة تماما، ولكن على قدر ما تعلمت في السنوات التي قضيتها في القطاع التعليمي الحكومي أو الوزارة، على قدر ما تعلمت في السنوات التي قضيتها على ما يطلق عليه the corporate world، بالذات إنها كانت مثلاً إرامكو وكانت تاتا وكانت جي إي أكبر ثلاث شركات في العالم. ويعني إذا أنت كنت تسألني عن كيف زيادة العدد، يعني غير إنه في الوزارة من 0 أو 20 بالبداية إلى 300، أنا في تاتا من 0 إلى 1000. كان موظفات تاتا 1000 و85% منهم سعوديات و15% منهم من 13 جنسية.
ويعملون يقدموا خدمات لكبرى الشركات العالمية والمحلية، من أرامكو إلى FTC إلى البترابط إلى معادن إلى البنوك المحلية إلى قطاعات العقارية إلى والقائمة تطول، سواء شركات يكفي فخرا أن بناتنا من المملكة العربية السعودية يقومون بإجراءات وأعمال وتقنيات يقدموها لشركة جنرال إلكتريك قطاعات المختلفة في 110 مدينة في أنحاء العالم. هذا هو بالضبط كيف إحنا مش بس نستورد ولكن أيضا نصبر القدرات السعودية البحتة، وهذا شيء أفتخر فيه. ويمكن الشيء اللي ما ذكرتيه عن التوازن بين الضمير وغيره، ربي أراد أنه بعد ما بدأت أعمل في هذا المجال وبعد ما أسست المركز النسائي لإجراءات الأعمال وعملت فيه، والحمد لله بنيت بناتي ما شاء الله صار 53% من القيادات في كل الشركة السعوديات والحمد لله وبكل فخر، ربي أراد أن يضع عندي هذا التوازن بأني أرشح لعضو من الملك حفظه الله أن أكون عضوة في مجلس هيئة حقوق الإنسان. هذه التوازن بين أني أعمل في قطاع أعمال وبين أني أمثل في المملكة العربية السعودية قطاع أعتقد أهم من هذا كله اللي هو الحقوق، حقوق الفرد، حقوق المرأة، حقوق الإنسان، وفتح علي مجال أني أمثل الهيئة في مجلس شؤون الأسرة، فتح علي المجال أني أمثل الهيئة في اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، رجعني لتخصصي مرة أخرى اللي هو السموم، فتح لي المجال أيضا أني أعمل في موهبة، فإن بدأت ترابط الخيوط سبحان الله أن كلها تعمل في منطلق التمكين الاقتصادي لفتيات الوطن، التمكين الإبداعي لطلبة وطالبات المملكة، التمكين الحقوقي للمرأة والأسرة والطفل، التمكين السياسي والمدني، تمثيل المملكة في الخارج، ولنطلعهم ما هي التقدم وما هو التطور وما هي الأمور التي والحمد لله حظيت بها المملكة بقيادة الرشيدة. كيف استطاعت المملكة أن تخرس الألسنة وتعطي للمرأة مكانتها والحمد لله، والتي من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنقطع، وأنا هذا مبدأي أنه الحمد لله إحنا كرمنا ودائما نكرم. فأنا أعتقد سبحان الله ربنا كان له هدف في أنه هذه الأدوار تتكامل في النهاية لتصب في شيء واحد. جميل. الإنسان وعزو المرأة بك واحدة، منصة التعليم العالي إلى منصات، ومن مجموعة فقط محددة بصفات معينة إلى مجموعات، وهذا شرف والله وفخر بكل تأكيد. طيب الدكتورة أمل، للأمان الحديث معك ماتع والحلقة مرت بشكل سريع، وإحنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن نختم الحلقة نود منك أن تقدمي وصية ذهبية قيادية للمستمعين، وأيضا إن كان لك من تعليق على ما جاء في هذه الحلقة. أنا استوقفتني كلمة نيو كاريزماتيك، أعتقد هي هنا مربط الفرس. نحن الآن في القيادة التي بالفطرة، والأهم منها القيادة المدروسة، ويمكن أنا أقول وأرفع القبعة للدكتورة غادة حيث وضعت مشوار حياتها لتعزيز فكرة الإعداد للقيادة. القيادة قبل أن تكون فطرة فهي خارطة الطريق، وقبل أن تكون شيء يعمل ونتعلم عليه بأنك ترميني في البحر أتعلم by trial and error أطفو أو لا، أنا أعتقد من المهم بمكان بالذات وإحنا عندنا الآن جيل صاعد 50% من الدولة شباب بدأوا يأخذون مناصب قيادية بشكل أسرع بكثير مما كان في السابق. إذا أردنا لهم الصعود وإذا أردنا لهم الاستمرار في العطاء وإذا أردنا لهم الإبداع، لابد أن نهيئهم، لابد أن نعلمهم. والنيو كاريزماتيك ميثودولوجي في القيادة مهمة جداً،
لأنها تعطي القائد واقعية وتفهم ويفهم من أولها أنت لست زي ما نقول في القمة ونحن لسنا هنا لخدمتك، بل العكس تماما، أنت هنا في وسطنا لتأخذ بيدنا لتعلمنا لترشدنا لتكون في نهاية النهاية تدفعنا للأمام وليس في المقدمة تجرنا. كانوا دحين الساحة عندي، يعني أنا لازلت في مشاعري جميل. الحالية بالفخر بالانتماء لازال يقشعر بدني لكل كلمة تقوليها، ولازلت أنت نموذجي الأعلى وستظلي. وسعت والله كثيرا بلقائك وباستجابتك، يعني ممكن لازم أقول أنه أي شيء أنا أي وقت أطلب من الدكتورة حاجة، يعني ما ألاقي أي تأخير ولا ألاقي حواجز ولا ألاقي، وفعلا هذا أول صفات القيادة الكاريزمية، أنك أنت تكون مع الناس في كل وقت وفي كل لحظة وتستمع بكاملك. واللي يقرأ الكتاب يمكن يشوف هذه الأشياء اللي قالتها الدكتورة هي تنطبق عليها بالدرجة الأولى. وفي كل يوم يعني أنا أشعر أنه يجوني شباب وشابات في التوجيه يطلبوا مني توجيه قيادي. إحنا عندنا شعب محتاج ومحتاجين هذا الفكر زي ما ذكرتي، أتفق معك تمام. أنا لم أتقلد مناصب قيادية مثلك، ولا يسمح لي يعني علمي بأن أتحدث جميل. بالعمق اللي عندك، لكني أنا عندي النظرية وعندي الخبرة من خلال احتكاكي مع العملاء سواء في الخارج أو في داخل المملكة، ولكن حديثك اليوم أعطاني عمق جديد وأضاف لخبرتي، وحتما إن شاء الله سيكون بيننا تواصل لتفعيل هذه الأفكار في أرض الواقع. أشكرك شكر جميل يعني قوي وعميق من قلبي على موافقتك على أن تكوني ضيفتي في هذه الحلقة، وإن شاء الله ألتقي بك قريبا إن شاء الله بإذن الله تعالى. احنا سعداء نكرر شكرنا لك الدكتورة أمل، حقيقة الحلقة يعني مرت بشكل سريع، كل شكر والتقدير لك على وقتك الثمين وأيضا حديثك الجميل اللي أمتعتينا فيه وأفدتينا إفادة كبيرة. الله يسعدكم إن شاء الله، شكرا لكم. وزي ما يقول العلم كالماء لا بد أن يتدفق من واحد لآخر، وإن شاء الله يبقى متدفقا مني لكم ومنكم لي وعشرة بإذن الله تعالى. إذن كل الشكر والتقدير لك الدكتورة أمل فطاني، أستاذ علم الأدوية والسموم بجامعة الملك سعود، وعضو هيئة حقوق وعضو مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان، وعضو لجنة الأسرة والمرأة والطفل، وعضو مجلس المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. وشكر أيضا لك الدكتورة غادة عنقاوي التي يعني جمعتينا بالدكتورة أمل، وشكر أيضا موصول لكم أنتم مستمعين الكرام في كل مكان. في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبد العزيز الحجي، نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة. إلى أن نلقاكم مجدداً.